صباح الخير لكم مشاهدينا، فقرة المطبخ تنطروها وشفنا دين كمان صرتوا تنطروا وصفاتها اللي بتعطيها هيك نكهة جديدة وإضافات جديدة. اليوم رح نحضر معها لمن كرامبري فيجن كيك، خاصة خلال فترة الصوم كتار بيقطعوا الحلو، يعني ما بعرف هيدا حلو كذابة مثل ما بقولوا، اللي بده يصوم بيصوم بغض النظر كان كذابة ولا لا. صباح الخير شيف، كيفك؟ منيحة صباح. يعني اليوم هون تصديقا على كلامك، يعني في كثير اشخاص بيصوموا عن كل شيء دايري برودكتس، يعني بيض وحليب وحتى اللحمه والدجاج والسمك والى اخره والسكر، بس ما بيصوموا عن الحلو يعني. فمشان هيك اليوم حنكون عم نعمل كيك، هيدا الكيك حيكون خالي من كل شيء، من البيض ومن الحليب ومن الزبده، يعني كل شيء مشتقات حيوانيه خالي منها نهائيا. طعمته شيء كثير طيب، رح نكون عم نستعمل بقلبه الحامض، عصير الحامض، الليمون الحامض، ورح كون عم حتى بقلبه كمان برش حامض، ورح يكون مكتره شوي زياده البرش، مش انه بس حتى اخفي، عاده نحن بنحط برش حامض تنخفي زنخه البيض، اليوم لا عم بحط برش حامض حتى احس بطعم برش الحامض بقلبه لهيدا الكيك. ورح كون عم بحط بقلبه كرامبري، فيكم تحطوا كمان بقلبه بلوبري، اذا ما في عنا كرامبري او بلوبري بيقدروا يكونوا عم بحطوا الزبيب العادي، الزبيب الحبه الكبيره السوداء او الزبيب العادي الاشقر الاشلميش يعني الصغير، فيكم تحطوا بقلبه اللي بدكم اياه. هو الاساس انه نتعلم كيف نحضر البات، نحضر كيك بدون بيض وبدون زبده وبدون حليب، اوكي؟ فخلينا نشوف شو هن المكونات تبعنا. اول شيء انا بحاجه لسكر، طبعا لانه عم نحكي كيك، نحن بحاجه لكوب ونص من السكر. كوب ونص من السكر مع كوبين ونص من الطحين، كوبين ونص من الطحين، يعني عم بحكي عن تقريبا 400 جرام طحين مع السكر 200 ل 250 جرام من السكر. حليب اليوم انا مستعمله حليب اللوز الميند ميلك، في كمان استعمل الصويا ميلك، يعني بدي حيلا نوع حليب بس يكون بعيد عن الديري برودكتس، يعني شيء منه من المشتقات الحيوانيه. أوكي. فاليوم استعملت الالميند ميلك. فيك تحطي الكوكونات ميلك، فيك تحطي كمان الكوكونات ميلك. أوكي. صحيح. الالميند ميلك بدي تقريبا اقل من نص لتر، يعني عم نحكي تقريبا عن كوب ونص من الحليب. عصير حامض نص كوب من عصير الحامض، نص كوب زيت نباتي، 3 ملاعق صغار بيكنج باودر، رشة ملح صغيرة، رشة فانيل صغيرة. الفانيل هون اللي بتقولي ما في بيض انه في ما حد فانيل، ايه فينا ما نحط فانيل بس الفانيل بيعطي نكهة طيبة. وبرش حامض مثل ما قلنا، انا بحاجة لحامضتين مبروشين، حامضتين كبار مبروشين، وبدي احط كل هول البرشات بقلب الكيك. بضل في عندي الكرامبري اللي هو بدي اضيفه بالمرحلة الأخيرة. هون بدي أقول شغلة، انه في البلوبري أو الكرامبري أو حتى إيفن فيك تعملي بالستروبري، إذا لقيناهم فرزين بالسوبر ماركت كيس بنقدر نكون عم نحطهم مفرزين، إذا ما لقينا بقدر أكون عم حطهم مجففين، بس إذا عم حطهم مجففين بدي لتهم بالطحين وحطهم بقلب الكيك حتى ما يغرقوا بقلبه. وإذا كانوا مفرزين؟ ما في مشكلة أبداً. دغري مثل ما هن بحطهم؟ أكيد تنطريهم حتى يحلوا. صحيح. بترجع ترشيهم رشة صغيرة، يعني مانك بحاجة تحطي كثير، وبتضيفيهم. عظيم. بس ما بينزل مي كثير بصير؟ لا 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 ما بينزل، مشان هيك قلت لك تنطريهم حتى يحلوا يصفوا من مياتهم مزبوط، وبترجع بتضيفيهم على وجهه للكيك. مش انه بتخلطيهم. اوكي كثير منيح، اتفقنا. فاذا خلينا نبلش. رح استعمل انا الخفاقه، بتقدروا انتم بالبيت تكونوا عم تعملوه على ايدكم. بتبلشوا اول شيء بكل شيء سوائل، يعني رح نحط اول شيء الحليب مع الزيت مع عصير الحامض مع السكر، بضربهم كلهم سوا مع بعضهم، برجع بصير ضيف الاشياء الثانيه تدريجيا. شوي تدريجيا شوي شوي. فاذا رح ارجع عيد، بالنسبه للحليب انا بحاجه ل 400 ملليلتر من الحليب، او عم بحكي عن اقل من نص لتر من الحليب، او كبايه ونص من حليب اللوز، اوكي؟ يعني الالمند ميلك. فيي استعمل الصويا، وفيي كمان اكون عم بستعمل الكوكونات ميلك مثل ما قالت لكم بيا، بس انا ما حبيت اللوز معه يمكن. ايه اكيد. مشان هيك حسيت طعمه اللوز اطيب مع هيدي التكستور اللي هي الحامض وبرش الحامض، والكوكونات ميلك حبيت خليه لشيء ثاني، كون انا مستعمله برش جوز الهند بقلب الكيك. أوكي. يعني فيي استعمل الكوكونات بكره بالنموره، يعني احنا عاده النموره بنعملها باللبن او بالحليب. صحيح. فالفيجن نموره حنكون عم نعملها بالكوكونات ميلك، وحكون مدخلت لها برش جوز الهند. أوكي. فخليت الكوكونات لشيء ثاني. يعني. اوكي. فاذا
الالمند ميلك بنضيف لها السكر 250 جرام من السكر مع زيت نباتي نص كوب. لكن بحط السوائل كلها مع السكر بس حتى يدوب السكر بقلب السوائل. أوكي. مع عصير الحامض، عصير الحامض تقريبا عصير حامضة وحدة او عم نحكي عن نص كوب من الحامض او فنجانين قهوة لبديني من أوكي. الحامض او اذا كان فنجان الشف الكبير كمان ومنخلطهم حتى نشوف السكر بلش يدوب شوي صغيرة. هلا بضل عندي بقي اعطينيهم بيها رح اقرب لك اياهم. يلا بضل في عنا باقي الاشياء اللي هن الفانيل والملح وبرش الحامض بنضيفهم تدريجيا. انتو بالبيت فيكن على ايدكن تعملوا، يعني هيدا الكيك بيشبه الصفوف شوي. أوكي. يعني فيك تعمليها على ايدك كتير ايزي وكتير هينة. الفكرة بس انه نحط السوائل كلها سوا بعدين نرجع منضيف لطحين شوي شوي لحتى ما يكتل معنا نحن عم نحرك. عظيم. هلأ رح ضيف الفانيل. فانيل فيكن تكون باودر وفيها تكون كمان سيرو، بس اكيد السيرو بتبقى كونسنتري اكثر. صح، فمشان هيك بتكون الكميه اقل شوي صغيره. 3 ملاعق صغار بيكنج باودر، نص ملعقه صغيره ملح، الملح تنظهر النكهات اكثر. صح. برش الحامض مثل ما قلنا حامضتين كبار مبروشين، هلا هون بس تحطي برش الحامض بيها والفانيل مع بعض هون ببلش تشم روايح الكيك المضبوطة. كمان عم نخفق. فإذا رح ارجع عيد للاشخاص اللي ما لحقوا يسجلوا معنا، حطينا اول شيء كوب ونص من حليب اللوز او الالمند ميلك، فيكم تستبدلوه بالصويا ميلك وفيكم كمان تحطوا كوكونات ميلك. رجعنا ضفنا له نص كوب من الزيت مع رشة فانيل وكوب ونص من السكر. هلا عم بخلطهم كلهم سوا مع بعضهم مع برش الحامض، حامضتين مبروشين بنحط البرشات تبعولهم معهم مع 3 ملاعق صغار بيكنج باودر. كله عم بخفقوا مع بعضه قبل ما اضيف الطحين. الأشخاص اللي عندهم مشكلة مع الكيك، وكثير أشخاص بيسألوني إنه البيض إنه كيف ما بدي أخلي الكيك يزنخ تطلع طعمة البيض أو ريحة البيض، خلص اشتغلوا هيك بلا بيض نهائياً. وبعدين كثير أشخاص بيقولوا كيف رح يرفخ الكيك إذا ما في بيض؟ صح، مشان هيك أنا حاطة حامض وحاطة بيكنج باودر وزايدة شوي كمية البيكنج باودر. أوكي. يعني عادة نحن لما حط أنا 400 جرام طحين بحط ملعقتين صغار بيكنج باودر، اليوم أنا حاطة 3 ملاعق صغار بيكنج باودر وحاطة عصير حامض. الحامض مع البيكنج باودر بيتفاعلوا مع بعضهم وهيدا الشيء اللي بخلي الكيك يرفخ، بتزيد الأسيديتي أكثر. صح. فإذا بنضيف الطحين تدريجياً. هون ما عندي مشكلة بيها، انه عادة انا بقول لما اضيف الطحين بالملعقة من تحت لفوق من تحت. أوكي. لفوق لهي امتي لما يكون في عندي بيض. هون ما في عندي بيض فما عندنا مشكلة انه نكون عم نحط بالخفة او نخفق على السريع. اوكي. وكمان لما بقى نحط الكرامبري بقولوا تحتها كمان ما كثير يطجن معنا القالب بنخفقهم من تحت لفوق كمان. رح يطلع فلافي شاف؟ بيطلع اكيد فلافي اكيد لانه في البيكنج باودر لانه في بقلبه الحامض. أوكي. وما تنسى انا حتى كمان بقلبه زيت. فلما يكون في بقلبه زيت هذا الشيء كمان بيخليه يطلع فلافي. هول باقي الطحين بسيطة. احنا قد ايه حطينا شاف طحين؟ 400 جرام طحين. اوكي. هي تبع الخفاقة ما انكسرت ما تعطلها فكت. فإذا 400 جرام طحين ضفتهم تدريجيا لإلها. التكستير تبعوله بتطلع بتشبه الأشخاص اللي بيحضروا صفوف رح يفهموا علي، بتطلع بتشبه التكستير تبع الصفوف. أو الجاتو الناشف. أو الجاتو الناشف، أسمك شوي صغيرة من الجاتو في بيض. أوكي. أوكي؟ بس مش سماكة الإنجليش كيك.
كثير منيح. اوكي سمكة الصفوف. سمكة الصفوف صحيح. شاف في حال ما بدنا نخفق الجاتو بالخفاقه، اذا ما نخفقه على ايدنا نفس الوقت نفس قد ايه بياخذ معنا وقت؟ صحيح. ايه اكيد حسب قد ايه انت شغله. مش انه بتخلطي اكثر تصير تحركي اكثر. لا 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 عادي نفس الوقت. فهو بس الطحينات اللي مجمعين على الدواير، نرجع بنمرق الملعقه. بالنسبة للقالب بيا، القالب تبع هيدا الكيك بده يكون منه القالب الكبير تبع الكيك العادي اللي نحن بنحطه بقلب البيت، بده يكون القالب الأصغر شوي صغيرة، يعني الكانتيتي هيدا الكيك بطعمه تقريبا بين 10 و 12 شخص، يعني حجم ال 15 سنتي تقريبا ولا تقريبا أقل. هلا افرجيك هي الصينيه وراي اذا بدك بيها تفرجيها للمشاهدين. هلا بالنسبه للصينيه شو بدهنا، بما انه نحن عم نعمله فيجن يعني اكيد يا بحط بابي بير بكعبه او بنحط زيت ورشه طحين حتى تكون عم ببعد عن الزبده. بينت التكستور على الكاميرا كيف هيدي التكستور اللي انا بدي اياها، وبرجع وبصر وبأكد انه ضروري يكون برش الحامض بقلبه للكيك ظاهر حتى نحصل على الطعم اللي نحن بدنا اياها. هلا بما انه انا عم استعمل الكرامبري، الكرامبري المجفف لتيته كله بالطحين، راح اخلطه مع الكيك وارجع اضيفهم على الصينيه. تقريبا ملعقه كبيره طحين بنحطه لها للكيس؟ ملعقه كبيره، ما بدك اكثر من هيك، لل 200 جرام. قربها على الكاميرا هنا هون مبينه واضحه على الكاميرا. اوكي فبنخلطهم، ومثل ما قلت صينيتي زيت رشه طحين ندهنها من كل الميلات، وحتى بالنص انتبهوا لهذا الموضوع انه يدهنوها كمان بالنص، وبنحط الخليط بقلب الصينيه. طبعا احنا بعدنا عن الزبده لان صايمين اكيد. بس بيا بدي اعزيك ايه بدك ساعدك بالسباتول نزلهم. هلا بقلب الفرن اكيد الحراره حراره 180. انا معك حراره 180. اوكي الصينيه بنص الفرن. هيدا الكيك بما انه الصينيه صغيره وغميقه بده تقريبا بقلب الفرن بين 45 و 50 دقيقه. اذا كنا حاطينه بصينيه فايشه بياخذ وقت اقل، بياخذ تقريبا بين 30 و 35 دقيقه حسب اكيد الصينيه اللي نحن مستعملينها. بس بسرعه على موضوع انه النار على طول من تحت وبس حراره 180، بتحطوه للكيك بنص الفرن بتنطره عليه الوقت، من بعد تقريبا 40 ل 45 دقيقه بتشكوه بالكردون او بالشوكه وبتشوفوا اذا طلع عليه شيء، يعني بعد بده وقت. اذا لا خلص بيكون صار ريدي، ممكن ياخذ لون لحاله لانه فيه كميه سكر حرزانه فبيتكرمل السكر وبياخذ لون لحاله، واذا ما اخذ لون فيكم تدوروا له شويه صغيره من فوق حتى يشقر وترجعوا بتشيلوه وبصير ريدي ريدي للتقديم لما يبرد اكيد مش هو سخن. طبعا اوكي وهيدا هو الكيك تبعولنا. ماشي شاف كيف ندور الفرن والحراره تكون حامية، ندور الفرن حامي قبل بوقت اكيد بندور فرننا قبل بوقت. رح اقول لك شو بتعملي، اول ما تفوتي على المطبخ بتدوري الفرن. أوكي. لانه تحضير الكيك ما بده اكثر من 10 دقائق. يعني انت بينما تخلطي الاشياء تشيلي الاشياء تحضريهم زينيهم وتخلطيهم ما بدك اكثر من 10 دقائق، سو بيكون بهيدا الوقت الفرن حمي دغري بتدخليه على الفرن، يعني القصه كلها سوا كلها سوا واوف فعليا بالمطبخ ما بدك اكثر من ربع ساعه ماكسيمم ماكسيمم. وشاف في اشخاص بحطوا قالب الكيك بفوتوه على كعب الفرن لجوا على قلبه لجوا لجوا، وفي ناس بحطوا بالنص. انا بفضل بالنص. هلا بتعرفي ليه؟ اوقات لانه ست البيت هي بتفهم على فرنها، يعني اوقات في افران ما بتوزع الحراره مثل ما لازم بقلب الفرن، يعني اوقات كثير بتطلع انت بتلاقي انه الكيك من جوا شقر بس الميله لا, لا. هون بنبرم الصينيه، بس هيدا الشيء ما بنعمله الا بالمرحله الاخيره لما نكون اكيدين انه الكيك عندنا رفخ حتى ما يرفخ ويرجع يهبط. عظيم.
شكرا شيف على الليمون كرامبري فيجن كيك لليوم اللي حضرناه لكل الاشخاص اللي بحبوا الحلو ومش قادرين يحرموا حالهم خلال فتره الصوم. يعني حضرنا هيدا الكيك لكم وكل الاشخاص اللي ما اخذوا المكونات والمقادير اللازمه لتحضير هيدا الكيك فيهم يتابعونا عبر صفحاتنا الخاصه. شكرا لك شيف نادين اسيس وبوم ويك اند. ميرسي لك. بنروح لفاصل اعلاني وبنرجع.